النبي المرتضى. بلى قضى نفس النبي المرتضى وأدرج الليلة في أثوابه. تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه، فضج والأملاك فيها ضجة منها اقشعر الكون فيها. هذه هي الليلة التي رحل فيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن هذه الحياة التي كافح فيها كل عمره الشريف منذ صبا، يوم كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى اللحظة الأخيرة التي قضاها بسيف أشقى الأولين والآخرين عبد الرحمن بن ملجم المرادي. من هو هذا عبد الرحمن بن ملجم المرادي؟ وإلى أي جهة ينتمي؟ عبد الرحمن من الخوارج، هذه الجماعة التي خرجت على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكان لخروجها الأثر البالغ على حركة الإمام سلام الله عليه وعلى مجمل أوضاعه، فقد شقوا الصف، تحول مجتمع الكوفة إلى معسكرين، معسكر يوالي عليا عليه السلام وآخر يعاديه بل يكفره، مو بس يعاديه، صارت لهم رؤية عقائدية. ولذلك إحنا ينبغي أن نحضر شوية، نوقف للتأمل شوية. لقد كان لمعاوية أثر في المجتمع الكوفي من خلال بعض أوليائه في هذا المجتمع، وكانت أجهزته تعمل على تجنيد بعض قيادات المجتمع الكوفي لنصرة معاوية وللوقوف معه. أموال معاوية، هذا الإغراءات مال المال، شلون القلب هذا؟ شلون تغير؟ ولك دينار هذا ودرهم، شنو شلون؟ والله أنا أمس بالضبط أتنوع لي ليلة إحياء القدر، ليلة القدر، وأنظر إلى هؤلاء الشباب الصغار، شباب حضور وهم متفاعلون مع القضية، قضية ليلة القدر، وأنظر إلى بعضهم وهم يبكون ينشجون، أين الكبار؟ لماذا لم يشاركوا في إحياء هذه المناسبات المقدسة؟ شغلهم الدولار، أينهم؟
ذول الشباب أبناءهم لما يرون آباءهم يحضرون في هذه المناسبات المقدسة يشجعوهم للشباب وما يشجعوهم، لكن لما هذا الولد يشوف أبوه ما عنده عناية واهتمام، ولما ينحرف الولد هذا الأب عنده شوية بقية الدين يتأذى يتألم، ليش تتأذى؟ ليش أنت سويت؟ أين احتضانك؟ أين توجيهك؟ وخصوصا إحنا في هذا المكان. وأنا أقول لهؤلاء الشباب والله كم أنتم جند الإمام المهدي إذا ما وصلتم الحركة في هذا الاتجاه، أنتم جند الإمام المهدي وأنتم رسل الخير والسلام لكل الناس الذين هم بحاجة إليكم. هذا العالم الذي جعلت الرذائل والبقات والمظالم والفساد تنخر فيه، ذول رسول المحبة ورسول السلام رسول الخير إلى كل الناس، لأن البشرية بحاجة إنه ولكم هم بحاجة. أنتم تؤمنون بالإمام المهدي وما تؤمنون، كذا قضية مو جاي يسطحوا لكم هاي الفكرة، ما تؤمنون به. ولو كنتم تؤمنون إيمانا صحيحا حقا بالإمام المهدي لجندتم كل إمكاناتكم وطاقاتكم لعملية التمهيد لظهوره سلام الله عليه. يعني عملية التمهيد بمن؟ بهاي حماية أجيالنا، دعوة الناس الآخرين إلى الإيمان به. على أي حال هؤلاء الناس هم كانوا من أهل الكوفة ومن أتباع أمير المؤمنين سلام الله عليه، إن إلا أن المال كان له فعله، هذا المال اللي وصل إلى شخصيات مهمة من شخصيات الكوفة وصل حتى إلى مالك الأشتر، بعثوا له بالدراهم والدنانير في زق من عسل. لما انفتح مالك شاف هاي فلوس منين؟ من معاوية. ومالك وما أدراك ما مالك، مو شخصية ثانوية هامشية بسيطة، لا، هاي من هذا من قيادات الصف الأول، هذا الذي قال فيه أمير المؤمنين كان لي مالك كما كنت لرسول الله. أي إخلاص؟ رجل ميدان ورجل فكر وثقافة مالك، دزل فلوس يريد يشتري، موقفه، يشتري ضميره، أخلاقه، جابها الفلوس، جابها وين؟ للإمام أمير المؤمنين، وضعها بين، قال له منين هاي؟ قال هاي من معاوية. حاجي هذا المال، المال الحرام اشتغل وأثر على بعض قيادات المجتمع وهم يقفون إلى جانب معاوية وأهل الشام، يعني عملوا من داخل المجتمع الكوفي مهم. لذلك هؤلاء حينما طرح معاوية
بمشورة من عمرو بن العاص قضية التحكيم، الرجوع إلى كتاب الله. كانوا يهدفون إلى تحقيق أمرين، الأول هو إيقاف جيش الإمام علي عليه السلام من التقدم نحو الشام، لأن وصل إلى مناطق مهمة، بحيث أن جيش الشام راح يخلي من مواقعه ويحتلها جيش الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي كان يقوده مالك الأشتر، متقدم مالك. ولذلك كان معاوية يفكر بالهروب، وقد قدموا إليه جواده ليهرب. جاء واحد مسك اللجام مال الجواد، قال له إلى أين؟ أو بعد هذه الدماء الغزيرة تشرد؟ فمنعه من الفرار من المعركة، فما شافوا عندهم طريقة في إيقاف زحف جيش أهل الكوفة، جيش الإمام علي، إلا بهذه المكيدة اللي راح تحقق لهم غرضين. الغرض الأول، وبمعونة الطابور الخامس الموجود في مجتمع الكوفة، هو إيقاف زحف مالك الأشتر نحو معسكرات أهل الشام. إيقاف هذا الزحف، هذه القضية المهمة. طبعاً هذا عملاء معاوية في المجتمع الكوفي يعرفون، حتى إذا ما أكو تواصل وما أدري شنو، لكنهم يتخذوا من المواقف ما ينسجم مع ما يطرحه معاوية ومع ما يريده معاوية، ويفهمون هاي الحالة. هذول قسم من الناس، وقسم من الناس سلموا الحرب ويريدون إنهاءها بكل وسيلة. تعبوا، قدموا الكثير من الخسائر، أنفس وأموال، فإذن ذول اثنين لما رفعت المصاحف وبدأت دعوتهم إلى الرجوع إلى كتاب الله على أن يكون هو الحكم بين الطرفين، ومن أجل حل هذا النزاع بالطرق السلمية، هم يدرون علي بن أبي طالب ما يقبل بهذا، قاطعين بهاي المسألة. ولذلك كانوا يراهنون على انشقاق الصف في المجتمع الكوفي، وراح يصيرون ناس مع هذا الطرف وناس ضد هذا الطرف، وهذا فرد إنجاز مو عادي، إنجاز مهم. لما يتفرقون الناس ويتحولون إلى معسكرين مختلفين، هذا هو إضعاف لهذه الجهة، وبالتالي هذه الجهة راح تجد نفسها أمام مشكلة داخلية. هسه هو هذا يتفرغ للعدو الخارجي، يولا يبدأ يهتم بالمشكلة الداخلية اللي حصلت، وهي مشكلة مو عادية، يعني مجتمع انقسم، معسكر انقسم. لهذا نرى
كانت القضية جدا خطيرة. نرى أن هؤلاء حينما دعا أهل الشام الآخرين الكوفيين إلى تحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى، رأسا ارتفعت الأصوات، وقبلوا بهذا الطرح. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني طبيعي ما يقبل. ليش يقبل؟ ليش؟ هو كان موقفه مو واضح عنده. شلون يعطي إلى معاوية، يعطيه فرد مجال وفرصة للتعبير عن شرعيته؟ هذا اعتراف بمعاوية. لما يقعد وياه في مكان واحد ويتباحثون وكيف نحل المشكلة، يعني هذا محرك. بينما علي عليه السلام يرى بأن معاوية ضال ومضل ومجرم وفاسد، يتحدث وياه على أي أساس؟ فلذلك كان معاوية معه عمرو بن العاص يترقبون وينتظرون حصول هذا الانشقاق في معسكر أمير المؤمنين، وهو إنجاز مهم. لذا ارتفعت الأصوات بضرورة إيقاف زحف مالك الأشتر. قالوا الآن إذا لم يرجع مالك قتلناك كما قتلنا عثمان بين نسائه، ووضعوا أيديهم على قوائم سيوفه. الآن، ولذلك الإمام اضطر أن يبعث لمالك يدعوه إلى الإنسان. مالك قال له امهلني، راد من عنده بعض الوقت ومو وقت طويل، لأن مالك بالميدان وجاي يشوف هاي القطعات، قطعات أهل الشام كيف تتهاوى وكيف تخلي مواقعها وتنسحب وقتلاهم وجرحاهم. قال له بعض الوقت، فويق ناقة. قال لهم، قال له ولا لا، الآن يرجع. دزل رسول ثاني، قال له عم ارجع ارجع، وعاد مالك الأشتر من ساحة المعركة، انسحب، وانتهت القضية بتحقيق هدف معاوية وعمر بن العاص في مسألة إيقاف الحرب. وقفت يوم وقفت زين، انشق المجتمع الكوفي وما انشق. هذا سبب سببه من جهة الجهل، وسبب من جهة أخرى عند البعض مؤامرة قذرة شاركت فيها بعض قيادات المجتمع الكوفي. هسا هم وضعوا خط رجليهم على الطريق. بعضهم لما تبينت لهم الأمور شافوا أنه هذا خطأ بعضهم، فأرادوا من علي عليه السلام أن يعلن عن توبته كما هم أعلنوا عن توبته لما فعلوا.
قالوا ما أنا ليش ودع أعلم توبتي؟ كم سوي؟ أنتم من أردتم يعني القبول بهذا المشروع، وأنا حذرتكم. وشلون تحذير الإمام؟ كلمة بسيطة. قال لهم إنها هاي ما قيل لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، كلمة حق يراد بها باطل. كم لا تنخدعون. ولكنهم لم يسمعوا عليا عليه السلام، انشقوا، وبعدين أخذتهم العصبية، تعصب الأعمى، فتحولوا إلى حزب سياسي، صاروا حزب. وكانوا من الأشداء ومن المتعصبين. زين الإمام ماذا يفعل؟ هنشوف شنو شلون تعاملوا وياهم. أولا كان يدخل معهم في حوارات، تعالوا أنتم شنو مشكلتكم؟ عرضوا عليه. فعلا كانوا يعرضون عليه بعض إشكالاته، والإمام سلام الله عليه يجيبهم على هذه الإشكالات، اللي منها مثلا لماذا أبحت لنا دماؤه؟ ذولا أهل الجمل، ذولا أهل صفين، نقاتلهم ونقتلهم، وحرمت علينا أموالهم ونساءهم وذراريم، ليش؟ إيش معنى؟ قال لهم أنتم ما تفهمون أنه القتال مرة مع كافر ومرة مع مسلم باغي، ذول بغاة. وبالتالي المسلم لا يجوز الاستيلاء على ذراري أو أنه يؤسر ويصبح أسيرا وتبقى أموال المسلمين محترمة وإن كانوا في موقف البغي. فكانوا يطرحون، وهو يجيب عن هذه الإشكالات. بعضهم من يهتدي، الله هادي رحمة، يسمع الكلمة وينتفع بها يرجع. وبعضهم من يصر ويجتد في موقفه، هو لا يملك برهانا، لا يملك حجتان، لكن هي هاي القضية تعصب. وهذا في مجال الرأي وفي مجال الدين، هذا التعصب شيء رهيب. فالإمام سلام الله عليه كان يتعامل معهم بالحسنى، ووضع لتعامله معهم هذه القاعدة الذهبية التي لا تجد لها مثيلا في كل التاريخ الإنساني. روح دور انت، شوف اكو يعني جماعة سياسية حكامها اتعاملوا مع خصومهم ومع مخالفيهم بهذه الطريقة في الماضي والحاضر. يولا الأساليب المتبعة عند هؤلاء هي أساليب قذرة.
دائما يصير هدف كسر إرادة الآخر وتركيع الآخر من خلال اتباع وسائل الضغط والإكراه والتهميش والحرمان من الحقوق الأساسية حتى يكسرون إرادته. هذول الخوارج خصوم سياسيين وبعدين صاروا حتى خصوم عقائديين لعلي عليه السلام. هم نقلوها القضية من عالم السياسة إلى عالم العقيدة. لما حكموا عليه بالكفر فهذول الخصوم شلون تعاملوا؟ مش قلت هاي القاعدة. قال لهم الإمام في وحدة من حواراته وياه وعودة البعض منهم وتجمد الآخرين وبقاؤهم على ما هم عليه التفت إليه. قال لهم اسمعوا، لا نبدأكم بقتال ما دامت أيديكم معنا، نقاتلكم نعاقبكم للرأي ما نعاقبكم ما نعاقبكم. بس هذا الرأي ترى مو شيء بسيط، مهم. هذا الرأي راح يلون حياتك بلونه. شنو هو هذا الرأي؟ وراح يحدد لك مسارك بالحياة، وراح يحدد لك علاقاتك بالآخرين. هذا الرأي مو سهل. ولذلك في بعض الصور أصحاب الرأي يقتلون المرتد. ليش يقتل؟ ليش يقتل؟ لأن يمثل انحراف. وبعدين هذا الرأي ينبغي على الإنسان الذي يحترم عقله وإنسانيته أن يتوفر عنده الدليل الكافي على إثبات صحة هذا الرأي. هذا اللي يريد الدين، اللي يريد الدين هذا يقول أنت من تتخذ رأي لازم عندك البراهين المثبتة لصحة هذا الرأي، هذا الاتجاه. أما تقول أنا هذا رأي وما عندي دليل، لك أنت مو إنسان، أنت تشكل خطر على الناس، أنت تعبث بحياة الناس. شنو ما عندي دليل؟ شا أنت شلون آمنت؟ شلون تحولت من دون دليل؟ هذا جوهر القضية. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أشن يعني رأيه؟ قتلوا للرأي؟ نعم يقتلوا للرأي ما لم يملك الدليل. أنت تقول أنا أعبد الله، شنو دليلك؟ لما تخرج على رأي الأمة، هاي هنا القصة، تخرج على رأي الأمة بلا دليل بلا برهان. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد أتاكم بالبينات من ربكم؟ هذا جاب لكم بينات، وأي بينات؟ جاءكم بمعجزات قاهرة
تأييد من الله. هذا لو جاي بدون حجة بدون برهة اي والله يستحق اقطع راسه، لأنه خرج على الأمة ودين الأمة وفكر الأمة. ما كل القضية مو سهلة. فالإمام أمير المؤمنين قال لهم بويا شوف تخالفتونا وشقيت صفنا وألحقتم بنا ضررا بالغا. زين احنا في صراع مع عدو وبالتالي أوقفتم هذا الصراع، كدنا أن نصل نقتطف النصر فكانت حركتكم السبب في تعطيل هذا النصر. تمام يا مطمئن، بنظرنا جريمتكم من أعظم الجرائم، لكن مع ما راح نعاقبكم للرأي السياسي، للرأي السياسي ما راح نعاقبكم، لا نبدأكم بقتال بعد شنو، ولا نمنعكم الفيء، ما نستخدم وياكم سياسة التجويع من أجل التركيع، لا، ولا نمنعكم الفيء، لكم حقوق في بيت المال تأتون تأخذونها كما يأخذها الآخر. ولا نمنعكم الفيء، من استخدم وياكم هاي سياسة الحصار وسياسة التجويع. بعدين شنو؟ ولا نمنعكم مساجد الله أن تذكر اسم الله فيها. للرأي السياسي ما نطلعكم من الإسلام، أنتم مسلمون كغيركم من المسلمين، وهاي المواقع العبادية للجميع، تأتون فتصلون وإلى غير ذلك. أنا أقول لك بوجدانك هذا المنهج في التعامل مع المعارضين السياسيين الدينيين في أي وقت في أي مكان في أي حضارة، هذا المنهج حصل في حياة الناس. شو وقت هذا؟ شو وقت؟ بزمن محاكم التفتيش؟ بزمن محاكم التفتيش؟ بزمن الحروب الصليبية؟ شو وقت؟ شو وقت؟ بزمن الاستعمار الأوروبي لكل العالم تعاملوا مع هذه الشعوب بأي طريق؟ الآن في كل مكان كيف يتعامل تتعامل السياسة القائمة مع معارضيها؟ هذا المنهج الذي اتبعه أمير المؤمنين عليه السلام مع خصومه السياسيين من أروع ما يمكن أن يكون في حياة الناس. ترقى أكثر الإيمان. شوف شنو من إنسانية، شنو من إنسانية، ترقى أكثر. قال ذول اللي إحنا قاتلناهم لا لسبب اختلافهم معنا بالفكر، لا، قاتلناهم لأنهم قتلوا وتضامنوا مع القاتل. قال لهم الإمام علي لكم هذا اللي قتل الخباب بن الأرت هو وزوجته بهذه الطريقة البشعة، زوجته كانت حامل وفي شهرها الأخير
بقرتم بطنها واستخرجتم جنينها وذبحتموه على صدرك. هاي جريمة ما يصح السكوت عنها. هذا اللي قام بالعمل جيبونا يا طنيا. قالوا لا لا ما نطيع. كلنا ساهم في هذه القضية. تضامنوا. راد منهم ما. زين الإمام يتركهم ما تركهم. يعني إذا تركهم ويستفحلون ذولا راح يعني يخلون بأمن الناس، بحياة الناس، بممتلكات يعرضوها للدمار. شاف الواجب عليه أن يتصدى لهم، وبالفعل تصدى لهم بذلك الشكل يعني الشديد. وهو قبل بدء الحرب قال لا ينجو منهم إلا 9. وفعلا لما بدأت الحرب يعني تعرضوا إلى تصفي، وما نجا منهم إلا هذا العدد القليل 9 أو 10. وعبد الرحمن ابن ملجم من جملة الناجين. هذول العدد اللي بقي من الخوارج اجتمعوا في مكة وقرروا أن يثأروا لقتلاه، هم يسموهم شهداء، يثأروا لقتلاه ويستهدفوا رؤوس الفساد في المجتمع الإسلامي. يحددوا رؤوس الفساد علي ومعاوية وعمر بن العاص. ونفذت هذه الجريمة، وعلي عليه السلام كان الضحية الأكبر فيها. ذولاك نجا، معاوية جرح، عمر بن العاص نجا، لكن الذي حلت به الكارثة العظمى هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. في مثل هذا اليوم كان يدخل عليه بعض أصحابه وينظرون إليه ويبكون. الأصبغ ابن نباتة وهو مسؤول الجهاز الأمني في الكوفة، رئيس شرطة الكوفة، من أصحاب أمير المؤمنين، يقول جئنا أنا وبعض أصحابي جلسنا عند باب دار الإمام ننتظر الإذن بالدخول عليه، فلم يأذنوا لنا، وكنا إذا ما سمعنا بكاء عويلا ينطلق من داخل الدار نبكي نحن خارج الدار. هم يبكون ونحن نبكي، يسمعوا ببكائنا يخرجوا إلينا. من اللي يطلع لهم؟ الإمام الحسن. يقول لهم رحمكم الله انصرف، قالت أبوي ما تتحمل زيارة، ما تتحمل كلام، وأنتم أحبابه وهو عزيز عليكم، شلون يعني حينما تنظرون إلى حالتي انصرفوا رحمكم الله. يقول الأصبغ ابن نباتة انصرف أصحابي، لكن أنا لم أستطع الانصراف، بقيت ملازما في مكان، وكلما سمعت أصوات النسوة بالبكاء أبكي لبكائهن. خرج إلي الإمام الحسن ثانية
قال لي: يا أصبغ، ألم أقل لك عن أمير المؤمنين؟ انصرف يرحمك الله. قال له: سيدي، والله إن رجلاي لا تساعدني على الانصراف، ما أقدر أعوف المكان، لا أنصرف حتى أرى سيدي ومولاي، أريد أودع، أريد ألقي عليه النظرة الأخيرة. أنا أدري يعني جرحه صح ولا ينجو. دخل الإمام الحسن إلى أبي وأخبره بما يريده الأصبغ. قال له: إذن فليدخل. أذن له بالدخول، دخل الأصبغ. يقول: شفت الإمام جالس وقد أسند ظهره إلى صدر بعض أولاده، محمد بن الحنفية مثلا متكئ على صدر محمد، غير قادر على الجلوس. يقول: نظرت إليه وهو معصب بعصابة صفراء، فوالله لا أدري أيهما أشد اصفرارا، وجه الإمام أو العصابة المعصب فيها، ما أدري. يعني وجه الإمام أصفر وأيضا العصابة المعصب فيها هي صفراء. يقول: وقعت على قدميه أقبلهما وأنا أبكي. قال لي: لا تبكي يا أصبغ، والله إنها الجنة، أنا رايح إلى ربي، والله إنها الجنة. يقول: قلت له: والله سيدي أنا أعلم بذلك، ولكن أبكي لفراقي إياك، أنت وجودك يا أمير المؤمنين بيننا رحمة لنا، أنت ترحل عنا، إنما أبكي لفقدي إياه. ثم جعل الإمام سلام الله عليه يصبره وانطلق، خرج من عند أمير المؤمنين. ولكنه في مثل هذه الليلة الإمام كان يودع عائلته، أبناءه، بناته، يودعهم ويصبرهم ويسليهم ويعزيهم بنفسه، وكانوا يبكون، أصواتهم تتعالى بالبكاء والنحيب، وهو يقول: السلام عليكم يا رسول ربي، لمثل هذا فليعمل العاملون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ويرفع رجلا ويضع أخرى وهم ينظرون إليه. إلى أن فاضت روحه الطاهرة. رحم الله من ينادي: وإماما وعليا وسيدا، يعز الهواشم يا فخرها، يا سورها العالي أو ذخرها، أو يمطيع بسيفك كفرها، ثنيتك اللي يتواقد جمرها، والموت ما يجسر يطرها، هامتك بالمرها طبرها، وشيبك تخضب من حمرها، أبو حسين ما تمم صيامه، لف العيد ولا ديتام. قتلتم الصلاة في محرابها، يا قاتليه وهو في محرابه،
إلهي بحق أمير المؤمنين عليك، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك. شافي مرضانا ارحم فقراءنا، يسر عسرنا آمنا في أوطاننا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. وإلى أمواتنا وأمواتكم وإلى كل من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.